اهم حاجه ان احنا نخلي كعب البندقيه ده في تجويف صدرنا في الحته دي عشان رد الفعل. تمام، خدك نايم عليها، نايم على الكعب ده، عين مقفوله والعين التانيه مفتوحه، شافي هتلاقي جوه علامه اكس كده، دي تحطها على منتصف الهدف، اسفل منتصف الهدف. انا سحبت خلاص الاجهزة، شديت في طلقه جاهزه في الماسوره. تعال يا رب امسك كعب البندقية. لا، صباعك يفضل بره طالما مش هنضرب. ايوه، الكعب ده جوه تجويف كتفك، جوه كتفك. اه، خليك انت اللي مالك وانت اللي راكب عليه. رجليك دي، لا رجليك دي لازم تبقى نايمه كده عشان ما حدش يشوفها من فوق، لازم تنايمها. اقفل العين، افتح الثانيه، شايف؟ شايف علامه اكس؟ ايوه. حطها على منتصف الهدف. بعد كده اعلمك حسابات الريح عشان الهواء ممكن يغير. خلاص، صباعك جوه، مش كل صباعك جوه بس الطرف ده. وتنفس بالراحه خالص، بالراحه، ما تشدش ما تشدش، اتنفس ما تستناش الطلقه لما تطلع. يلا اعصر يا عمر، اعصر. طلع لابوك جدع عمر. بقول لك ايه، كل اللي بتعلمه هنا ده هتنساه، هتنساه اول لما نخرج. ماشي، هتنساه.